معضلة أرقت المواطنين لسنوات عديدة وفرضت عليهم الإقامة الجبرية أو الهجرة من البلاد، ألا وهي تشابه الأسماء الذي أدخمت فيه الحاسبة المركزية بأسماء الكثير من الأبرياء. أنا بالنسبة لي هسه عندي تشابه أسماء، لكن دا أطلع للبصرة للموصل ما دا ألقى تشابه بالحاسبات الخارجية، لكن محافظة صلاح الدين دا ألقى الاسم مالتي بتشابه. راجعت مركز الشرطة، راجعت المحكمة حتى أحصل على كتاب استثناء، صار تقريبا أكثر من سنة ونص ولحد الآن البارحة قدرت أحصل هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني ربما احتمال ما راح أقدر أثبت عليه أنه يفيدني أو لا. والله اليوم قضية تشابه الأسماء حقيقة فاجعة لكل أبناء المناطق الوسطى، حقيقة يعني في المناطق الوسطى في العراق اليوم هذه مشكلة أصبحت لمدة زمن طويل، أكثر من 8 سنوات أو 11 سنة. اليوم أصبح عندنا حتى الطفل تشابه أسماءه بالاسم الرباعي وليس الاسم الثلاثي، وعلى الحكومة العراقية وحكومة المحافظة أن يكون لها تدخل مباشر مع القضاء ومع الحكومة العراقية لإيجاد حل لهذه المشكلة التي اليوم أصبح الشاب العراقي متهم بأربعة قضية أربع إرهاب وهو اسم متشابه لربما بعض الإرهابيين، وهذا المواطن يعني أصبح ظلما على اسمه. ملف تشابه الأسماء وملف الدعاوى الكيدية وملف الذين لم تحسموا قضاياهم ومئات ينتظرون حلا من قبل حكومة المحافظة والجهات الأمنية التي قطعت عهدا بذلك. في محور تشابه الأسماء هنالك عدد هائل من الأسماء المطلوبة ضمن حاسبات الاستخبارات والأمن الوطني وقيادة العمليات، وهذه الأرقام مبالغ بها جاءت عن طريق معلومات في ظرف معين، كانت القرارات متعددة وجهات التحقيق متعددة. اليوم نحن بصدد إنصاف المظلومين وأن لا نجعل هنالك مجال لابتزاز المواطنين والتجاوز على أملاكهم وعقاراتهم. نظام عقيم اقتصرت على الاسم الثلاثي فقط دون الأخذ بكثير من المعلومات التي تميز البريء عن المجرم. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.